رجعنا لحضراتكم بقى عشان نكمل اخبارنا. نروح بقى بعيدا عن كاس العالم للانديه. خلال الاسبوع ده كان الاهلي حاضر في حدث رائع جدا وهو حفل جوائز الكاف السنويه، وكان ممثل النادي الاهلي هو الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره. ويمكن خلال الحفله كان الاستاذ طارق قنديل ممثل للنادي الاهلي هو الضيف الوحيد في الحفله كلها اللي طلع استلم ثلاث جوائز وطلع على المنصه ثلاث مرات عشان يستلم الثلاث جوائز. ثلاث جوائز متنوعه حصل عليها النادي الاهلي ولاعبيه في الحدث الكبير اللي كان مقام في المغرب. حصل الاهلي زي ما قلت على ثلاث جوائز. الاهلي الجائزه الاولى كانت افضل نادي في افريقيا لعام 23، والثانيه كانت جائزه افضل لاعب داخل القاره وخدها طبعا لاعب النادي الاهلي الجنوب افريقي بيرستاو. والجائزه الثالثه ودي جائزه كمان كانت مميزه جدا لانها جائزه بتصويت الجماهير اللي خدها كهربا عن احسن هدف في 2023 عن هدفه في الهلال السوداني. يمكن قبل ما ارجع اتكلم عن الاهلي والجوائز عايز اقول لكم ان الهدف ده كان فيه كل حاجه صعبه جدا. هدف كهربا ده يعني السيطره على الكوره والتسديد ببطن القدم في المنطقه مستحيله، بخلاف قيمه الهدف ده اللي خلى الاهلي رجع للمنافسه مره ثانيه وكمان صعد بالفرقه للادوار الاقصائيه ثم الفوز بالبطوله في النهايه على حساب الوداد المغربي في المغرب طبعا. لكن كمان اللي لفت نظري جدا هو الاستاذ طارق قنديل والكلمه الرائعه اللي قالها في الحفل مع استلام جائزه الاهلي طبعا افضل نادي في افريقيا. كلمه قصيره جدا ومنجزه لكن كانت في صميم الحقيقه، يعني كلمه شيك كده تخليك مبسوط وانت بتسمع ممثل النادي الاهلي في محفل افريقي اكبر محفل افريقي يعني زي حفل جوائز الكاف. دي الحقيقه يعني، والاهلي وكل مجلس ادارته على قدر كبير من الرقي والاحترام في كل المحافل. لكن الحقيقه الواحد فخور انه اهلاوي لما بيشوف كل مسؤولي الاهلي تعاملهم مع كل الاحداث الكبرى عالمي، يعني تعامل تحس ان حد يليق بحدث عالمي يعني سواء على المستوى العالمي او على المستوى الافريقي. يعني انت بتشوف اي حد بيتكلم باسم النادي الاهلي بيتكلم بمنتهى الرقي بمنتهى التحضر، كلمه شيك زي ما قلت لحضراتكم، الراجل نفسه بيطلع ليه شخصيه النادي الاهلي بتبقى طاغيه عليه. دي من ضمن المميزات الحقيقه يعني اللي بيكتسبها اي شخص بيعمل في النادي الاهلي سواء في عمل تطوعي او في عمل اداري جوه النادي او في عمل فني. شخصيه النادي الاهلي لازم تكون جزء من شخصيته يعني.